تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب فيكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أرحب في فريق العمل عندنا في هيئة الصحة في دبي، ومعانا اليوم في الإخراج مخرجنا المبدع دائما نمر محمد، ويشارك اليوم بعد الأستاذ سعيد المر، ومعاكم في التقديم اليوم دكتورة هند العوضي. تقدرون مستمعين أنكم تتواصلون معنا عبر البرنامج عن طريق الأرقام التالية 600551414، أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. وقبل ما نبدأ حلقتنا مستمعينا، أذكركم أن إذا ما كنتوا أخذتوا اللقاح بادروا بأخذ موعد للحصول عليه، لأن حصولكم على لقاح كوفيد 19 هي إحدى طرق حمايتكم من الفيروس. حلقتنا اليوم متنوعة ومليئة بالمواضيع الشيقة. راح نتحدث عن خشونة الركب والخدمات اللي تقدمها الهيئة في هذا المجال، وأيضا عندنا فقرة الصحة العامة، وحديثنا اليوم بيكون عن الاستخدام الآمن للإنترنت، وطبعا ما نستغنى عن الأخبار الوسائل التواصل الاجتماعي مع أسمة. قبل ما ناخذ أسمة بنعطيكم الخبر المحلي، الخبر العالمي لليوم اللي هو يقول إن المصابات بكورونا لا ينقلن الفيروس إلى أطفالهن بالرضاعة. توصلت دراسة جديدة أجريت بجامعة روشستر بنيويورك إن الأمهات المرضعات المصابات بفيروس كورونا لا ينقلن المرض إلى أطفالهن أثناء فترة الرضاعة. وقام الباحثون بتحليل العشرات من عينات حليب الأم، ووجدوا أنها لا تحتوي على أي من أجزاء المادة الوراثية الفيروسية، ومع ذلك وجدوا أن الأطفال يتلقون بالفعل أجسام مضادة تنتقل إليهم عن طريق الحليب يمكنها تحييد فيروس كورونا. وطبعا قال الفريق من المركز الطبي إن النتائج تقدم دليل على سبب عدم وجوب فصل النساء المصابات بفيروس كورونا عن أطفالهن حديثي الولادة. وقالت الباحثة المشاركة في الدراسة والأستاذة المساعدة في قسم طب الأطفال في مركز URMC الدكتورة بريجيت يونغ إن هاي النتائج المبكرة تقول إن حليب الأمهات المصابات بعدوى كورونا يحتوي على أجسام مضادة محددة وفعالة ضد الفيروس، وإنهم ما ينقلون الفيروس عن طريق الحليب. وقال الدكتور مارك الأستاذ في علم الأحياء الدقيقة والمناعة في المركز إنهم وجدوا في عينات حليب الأمهات المصابات بالكورونا مستويات عالية جدا من الأجسام المضادة الشائعة في الدم وسوائل الجسم الأخرى. طبعا هاي أخبار جدا جيدة، أن يقول أن حليب الأم في نهاية المطاف أثبت أن له فاعلية أخرى، وأنه لا ينقل المرض للأطفال أثناء رضاعتهم. ومن خبرنا لليوم ننتقل إلى أسمى الجناحي، رح تعطينا آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسمى. صبحكم الله بالنور دكتورة، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. شو عندك اليوم من آخر الأخبار والمستجدات حقنا؟ اليوم نتكلم عن نشرة حطيناها أنت، وكانت النشرة عليها أكثر من تقريبا 40 كومنت، فنحن جاوبنا على هالأسئلة، وأيضا راح نأكد عليها في فقرات الإذاعية. البوست اللي كنا حاطينه هو توفر لقاح فايزر بايونتك في هيئة الصحة بدبي، والمعلومة تقول
تعمل هيئة الصحة بدبي حاليا على إعادة جدولة المواعيد المسجلة مسبقا للفئات ذات الأولوية اللي هم المواطنون كبار السن اللي فوق 60 سنة، أصحاب الأمراض المزمنة من حاملي إقامة دبي، وأصحاب الهمم، وأيضا خط الدفاع الأول والمهن الحيوية. في مجموعة كبيرة من الأشخاص كانوا ماخذين مواعيد وتم تأجيل مواعيدهم لما الشحنة ما يعني التطعيم ما كان متوفر. لما توفر التطعيم تم إعادة جدولة الأشخاص كلهم اللي موجودين من الفئات المستهدفة. ولكن بالنسبة للمواعيد الجديدة، المواعيد الجديدة أولوية التسجيل في هذه المرحلة هي لكبار السن اللي هم من 60 سنة وما فوق، اللي مسجلين قبل أردي ياسين يعني نجدد مواعيدهم. ولكن الأشخاص اللي يبغون يسجلون أو تسجيل جديد أو للمواعيد هو لعمرهم 60 سنة وما فوق من حاملي إقامة دبي سارية. هذه البوست اللي كنا حاطينها، ويمكن الكبار السن اللي من 60 وفوق يتصلون على الرقم المجاني 800-342 لحجز الموعد. فكانت أغلب الأسئلة كانت تأكد على موضوع المواعيد الجديدة، المواعيد الجديدة في الوقت الحالي لهذه الفئة. أيضا من ضمن الأسئلة اللي كانت موجودة، هل يمكن مثلا أشخاص غير حاملي إقامة دبي يكونون يعني في خدمات هيئة الصحة؟ خدمات التطعيم في هيئة الصحة هي فقط لحاملي إقامة دبي. أيضا من ضمن الأسئلة اللي كانت موجودة، إن مثلا إذا شخص أصاب بالفيروس متى يقدر يأخذ الجرعة الأولى؟ كان الجرعة الجواب هو إن بعد 3 أشهر من إصابة. هاي يعني هيئة الصحة تقدم الخدمة بعد 3 أشهر من الإصابة. تقريبا اللي يتكلمون مثلا السكري، السكري يعتبر من أمراض المزمنة. في بعض الأسئلة يسألون هل السكري يعتبر والضغط من أمراض المزمنة؟ نعم يعتبر من أمراض المزمنة. من ناحية الأمراض التخصصية دائما ننصح أن يرجعون لطبيبهم المعالج أو طبيبهم المختص اللي يتواصلون معه في أمراضهم اللي يعني ذات اللي فيها اختصاص، إن يأخذون منهم أو يتأكدون منهم إن هل هم يقدرون يأخذون التطعيم ولا لا. تقريبا هاي من الأشياء اللي يعني اللي كانت موجودة خلال النشرة، والأكثر الاستفسارات اللي وصلتنا بخصوص النشرة اللي تم وضعها في قنوات التواصل الاجتماعي. نأكد أن جميع مراكز هيئة الصحة الخاصة بالتطعيم هي عن طريق المواعيد المسبقة، واللي هي من خلال إما تطبيق هيئة الصحة أو من الرقم المجاني. أيضا يعني نأكد على الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل ما تبين الثلاثي، يعني التراينجل الثلاثي اللي هو غسل يدين، لبس الكمام، والتباعد الجسدي. تقريبا هالأشياء اللي يعني هذا الشيء اللي حابين نأكد عليه، ونتمنى للجميع خميس ونيس، خميس ونيس نطلع لكن ونحن ملتزمين. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة أسمى، يعني بالفعل خميسكم ونيس تقدرون تطلعون وتستانسون في إجازتكم مستمعين الأعزاء، لكن لا تنسون مثلثنا الذهبي للوقاية من كوفيد-19 اللي هو ارتدوا كماماتكم، حافظوا على التباعد الجسدي، وحافظوا على نظافة إيدينكم طوال الوقت. وأسمى ذكرت إن كان في اختلاف في إن شو تقصدون بالأمراض المزمنة. الأمراض المزمنة مستمعين هي كل نقدر نقول اللي يعانون من السكري، من ضغط الدم، أمراض القلب والشرايين، أمراض الكبد والكلى، وحتى أيضا نعتبر السمنة اللي معدل كتلة جسمهم فوق 35 من ضمن أصحاب الأمراض المزمنة. وهذه كانت مستجداتنا لي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم مع الصحة العامة، ورح نتحدث عن الاستخدام الآمن للإنترنت. فاصل قصير مستمعينا وبنرجع لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا 600551414
أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. بإمكانكم مستمعينا تبعثوا لنا أي استفسارات أي أسئلة، أو إذا حابين نتناقش في موضوع معين. وعلى طار الرسائل النصية، كان عندنا سؤال من أبو أحمد يقول يبي يسوي موعد في هيئة الصحة. أخوي أبو أحمد تقدر تاخذ موعد إما عن طريق تطبيق هيئة الصحة، أو أنك تتصل على رقمنا المجاني 8342 وتحصل على الموعد اللي أنت حابنه. وكان في سؤال ثاني يسأل عن الحساسية، هل يقدر ياخذ التطعيم؟ طبعا هذا السؤال يعتبر وايد ومجاله واسع، يعني يعتمد على نوع الحساسية ودرجة الحساسية اللي عندك. إذا كانت حساسية خفيفة وطفيفة بإمكانك تاخذ التطعيم، إذا كانت شديدة وتتطلب أنك أنت تاخذ من عقبها إبرة الإبنفرين أو أنك تدخل المستشفى من وراها، هذه شوية يبالها تقييم طبي، والطبيبك المعالج يقدر حالتك وبعدين يقرر هل أنت تقدر تأخذ التطعيم أو ما تقدر. وبعد ما ردينا على استفساراتكم أعزائي المستمعين، ننتقل إلى الصحة العامة، واليوم راح نتحدث عن الاستخدام الآمن للإنترنت بمناسبة احتفال العالم بالنسخة 18 ليوم الإنترنت الأكثر أمانا. تبرز أهمية مراقبة الأهل لأطفالهم وأهمية زيادة الوعي بكيفية التعامل الصحيح مع الإنترنت وتحقيق الفائدة القصوى من استخدامه، بعيدا عن الجوانب السلبية اللي ممكن تنعكس سلبا على صحة وسلوك الطفل وميوله واتجاهاته بشكل عام. وعشان نتحدث بشكل تفصيلي أكثر عن هذا الموضوع، بيكون معانا اليوم عبر الهاتف الدكتورة ليلى سليمان، أخصائي الصحة العامة في هيئتنا. صباح الخير دكتورة. صباح النور. مرحبتين دكتورة ليلى. لو شوية تحدثينا عن الفوائد الإيجابية لاستخدام الإنترنت وأهميته كضرورة في العصر الحالي. أشكرت دكتورة على التقديم. طبعاً نبدأ بنقول أن خطت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات ثابتة وسريعة حددت فيها ملامح التنمية والتعليم، ونجح هذا النظام لكون التعليم في دولة الإمارات أولوية وطنية تصاحبها رؤية طموحة ومتجددة. وقال الشيخ المؤسس زايد بن سلطان أن أكبر استثمار للمال هو استثماره في خلق أجيال من المتعلمين والمثقفين. وساهم الإنترنت في إحداث تطورات غير مسبوقة في الكثير من المجالات، وتأثيره المنعكس على التعليم لا يمكن أن نتجاهله أو ننكره. فبعد أن ساد الاعتماد على الوسائل التقليدية للتعليم سنوات عديدة، ارتأت حكومة دولة الإمارات أن تبني التعليم الذكي ضرورة ملحة. وفي أبريل عام 2012 أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله مبادرة محمد بن راشد للتعليم الذكي، وشملت جميع مدارس الدولة وجددت البيئة التعليمية في المدارس، كما وتم تزويد كافة المدارس بشبكات الجيل الرابع فائقة السرعة. وعند تفشي وباء كورونا كوفيد-19 في مراحل متقدمة من الجائحة، ظلت العديد من المنظمات التعليمية تعاني من التذبذب في حين نهضت المنظومة التعليمية في دولة الإمارات بفضل فاعلية وكفاءة الأسس التي ارتكز عليها التعليم. عندها ساعدت مواقع التواصل الاجتماعي في فتح باب التواصل بين الطلاب والمعلمين والإدارات، ومنحت شبكة الإنترنت التعليم منحى آخر للاستمرارية والتطوير، وأدى التعليم عن بعد إلى ثورة علمية في مجال التعليم، حيث أنه هو الأسلوب الأسرع نمواً في التدريب والتعلم. ونذكر فوائد وإيجابيات هذه الوسائط التعليمية، أنها تساهم في زيادة خبرات الطلاب وإثراء التعلم وإمكانية تزويد الطلاب بكل ما يرغبون فيه دون التقيد بحدود المناهج. أيضا تهيئ الطلبة للعملية التعليمية وتبادل الأدوار، هي وسيلة اقتصادية للتعليم حيث أن هذه الوسائط تحقق كافة أهداف التعلم بأقل تكلفة، ويسهم تعدد الحواس المستخدمة أو إشراك أكثر من حاسة في نفس الوقت على بقاء أثر التعلم، وتسهم المشاركة الإيجابية
وتعديل سلوكيات الطلبة الغير مرغوب فيها. دكتورة، لو تحدثينا إن إحنا نعرف إن غالبية الأطفال في الوقت الحالي يستخدمون الإنترنت من خلال الشاشات الذكية اللي يمتلكونها، شو هو دور الأهل في توجيه الأطفال نحو الاستخدام الآمن للإنترنت؟ صحيح، كما ذكرتي دكتورة سابقاً أن تزامن يوم الثلاثاء 9 فبراير يوم الإنترنت الأكثر أماناً، وهي مبادرة يحتفل بها في جميع أنحاء العالم، وهذا الحدث 18 للدورة بعنوان معاً من أجل إنترنت أفضل. وبدأت الرؤية لضرورة تبني مبادرة توجه لاستخدام آمن للإنترنت في الاتحاد الأوروبي عام 2004، وحظت المبادرة باهتمام العديد من الشبكات الأخرى، وزاد الوعي بقضايا النشأ على الإنترنت وبالأخص الثغرات في إعدادات الخصوصية والأمان. وقد نمت هذه الفعالية لأبعد من حدودها الجغرافية، ويحتفل بها الآن في حوالي 170 بلد في جميع أنحاء العالم. في دولة الإمارات العربية المتحدة يحتفي برنامج خليفة للتمكين في مبادرة أقدر في شهر الإنترنت الأكثر أمان، ويتم تنظيم أنشطة طوال شهر فبراير. والبرنامج هذا يرعاه سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان رئيس المجلس الوزراء وزير الداخلية، ويوجه البرنامج إلى توحيد الجهود الرامية لبناء أجيال شابة وواعية وذات تمكين ذاتي وقدرة على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل. فسنويا يتم نشر محاضرة موحدة لمبادرة الإنترنت أكثر أمانا على جميع المدارس والمعاهد التعليمية، وتخصص جميع مدارس دولة الإمارات العربية المتحدة 15 دقيقة لعرض محتوى المحاضرة ومناقشته مع الطلاب. كما خصصت مبادرة أقدر الاحتفاء بالمبادرة في 2021 شيئين، أولهم إطار وطني لتقييم مستوى أمان الإلكتروني في جميع مدارس دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنهم بادروا بحملة شملت 270 ألف شخص تدرب إلكترونيا على أساسيات السلامة عند استخدام الإنترنت. الموقع نفسه هو جوهر على الإنترنت لجميع الآباء والمعلمين وكل من يحتاج إلى الحصول على مزيد من التوعية بالمصطلحات والتطبيقات المستخدمة. على سبيل المثال، عند البحث على كيفية جعل متصفح جوجل أكثر أمانا بالنسبة للأطفال، يظهر في الموقع شرح مفصل خطوة بخطوة لضبط إعدادات على متصفح جوجل، فضلا عن توافر الفيديو لنفس الشرح. ويدعم الموقع اللغتين العربية والإنجليزية. أما عن دور أولياء الأمور في التوجيه، فهو يبدأ من أصغر مستخدم في المنزل، حيث أن الظروف الراهنة فرضت على الكبار والصغار ملازمة الأجهزة اللوحية طوال الوقت. فعلى الوالدين شرح للأطفال الأصغر سنا أن التصفح ومثل السفر أو الذهاب في رحلة بالسيارة، حيث أنه يمكن أن تكون له عواقب خطيرة إن لم نلزم الحذر. وعلينا أن نكرر قواعد الاستخدام الآمن باستمرار، أي أن عند الدردشة، اللعب أو الدراسة على الإنترنت عليك أن تكون آمن، مسؤول ومحترم. احتفظ بالمعلومات الخاصة لنفسك ولا تتحدث عن أي معلومات شخصية. تعلم ومارس صنع كلمة سر قوية، وتعلم أن تحفظها. ويجب أن نراعي أن يكون أطفال على الأقل 13 سنة أو أكثر للتسجيل في منصات التواصل الاجتماعي. وقد نتنازل نحن كأولياء أمور عن بعض هذه القواعد لكونهم يمرون حاليا في ظروف استثنائية. صحيح. ولكن نبقى كبالغين مسؤولين عن جميع تصرفاتهم. لذلك علينا وضع جهاز الكمبيوتر في مكان ظاهر في البيت لكي نتمكن من مراقبة أطفالنا وهم يستخدمونه. يجب علينا نحن أن نعلم الطفل كيف يستخدم جهاز الكمبيوتر والإنترنت بشكل صحيح، وعدم تركه يتعلم ذلك بمفرده. يجب أن ننظم وقته لاستخدام الإنترنت بالنقاش مع الأطفال حول الزمن الذي يسمح لهم بالقضاء باستخدام النت. ويجب على الآباء والمربين أن يكونون على اطلاع كافي بكيفية استخدام الإنترنت والأضرار. صحيح. ويكونون على دراية بالمواقع التي تؤثر سلبا. فالرقابة من قبل الأهل من أهم الأمور لوقاية أطفالنا من أخطار الإنترنت.
لو شوي دكتورة تحدثينا عن النتائج السلبية اللي ممكن تترتب على استخدام الإنترنت بعيدا عن رقابة الأهل. شكرا دكتورة على السؤال. طبعا متوسط العمر الذي يبدأ فيه الطفل باستخدام الإنترنت حسب الدراسات الحالية هو السن الثالثة تقريبا، وقد يتعرض الطفل في هذا العمر لمحتوى غير لائق، وهذا يؤكد عدم متابعة الأهل أو تساهلهم لنشاط طفلهم على الإنترنت، ويقود ذلك لعديد من التأثيرات السلبية على الطفل مثل الشعور الدائم بالغضب في حال عدم توفر الإنترنت، أو الرغبة في قضاء وقت كبير في العالم الافتراضي أكثر مما يرغب في العالم الحقيقي، وقد تنتج الرغبة في الهروب من العالم الحقيقي عند الأطفال كعارض لصدمة نفسية، وبخاصة الأطفال الذين يعاملون بإهمال أو المعنفين من قبل الأهل. ومن المخاطر الناجمة عن هذا الاستخدام لساعات طويلة أن الطفل قد يتعرض للتنمر الإلكتروني، أي السب أو التهديد بصور أو محادثات تؤثر على نفسية الطفل وترهبه، وقد ينتهي به الأمر أنه يشعر أنه منبوذ أو وحيد أو يؤدي به إلى الاكتئاب. يتعرض الطفل أيضا أحيانا للمضايقة والابتزاز بالمحتويات العدوانية أو المزعجة في الرسائل وغرف الدردشة، وهذه أماكن خطرة لأنه لا يمكن التعرف على هوية جميع المشاركين فيها. جميل. أيضا يسهل الوصول إلى محتوى غير لائق عنيف أو إباحي أو يشجع على التعاطي، مما يساعد على انحراف سلوك الطفل. صحيح. وقد أيضا يتعرض الطفل لمواقع تؤيد التعصب العرقي وتشجع على العنف من خلال ما يعرض من المشاهد الدموية، وكثير من ألعاب الفيديو تصاغ بشكل عنصري، وقد يسمع أيضا في غرف الدردشة كلام عنصري. دكتورة لو تعطينا نصيحة أخيرة توجهينها للأهل في هذا المجال. طبعا أهم شيء رقابة دائمة وتوجيه أطفالنا، ونحن أن نحن نكون واعين لما قد يتعرضوا له، فإذا نحن كنا واعين نقدر إن شاء الله نحميهم. شكرا دكتورة ليلى سليمان على الموضوع الجدا شيق والممتع، والحديث معك دائما ممتع دكتورة، يعطيك ألف عافية. حياك الله. شكرا. كانت معنا دكتورة ليلى سليمان وحدثتنا شوي عن الانترنت والاستخدام الآمن له خصوصا مع الأطفال. مستمعينا بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم مع خشونة مفاصل الركبة. فاصل قصير وراجعي لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا 6005514 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. كانت معانا قبل الفاصل دكتورة ليلى سليمان وحدثتنا عن الاستخدام الآمن للإنترنت. أنا أقدر أضيف على نصايح الدكتورة بعض النصايح من عندي أعزائي المستمعين، أن إحنا أولا لازم نختار البرامج المناسبة لأطفالنا حسب أعمارهم. يعني ما يصير أنا أخلي طفل بأربع سنوات يستعمل تطبيق يناسب مثلا طفل بـ 12 سنة أو فوق 18 سنة، فأنا لازم قبل ما أنزل أي لعبة أي برنامج لطفلي أتأكد أنه يناسب فئته العمرية. ثاني شيء أنا لازم بعد أحدد الساعات اللي هو يستعمل فيها الإنترنت، يعني ما يصير طول اليوم هو شغال على الشاشة الذكية هذه، أنا أحط له ساعات معينة، أنا أختار حسب ما أنا أشوف في نظري هل مثلا تكفيه ساعة ساعتين أو ثلاث. أنا ما أنصح يعني أن تكون أكثر من ثلاث ساعات، وطبعا لازم إحنا نعرف بالضبط هم شو يستخدمون، شو هي المواقع اللي هم يدخلونها، هل هاي المواقع صحيحة، وطبعا لازم يعني هذا يكون تحت نظرنا ونكون عارفين بالضبط طفلنا شو يستخدم ويكفيه
يتكلم منو ويتواصل مع منو. وطبعا في العديد من الإعدادات اللي أنتوا كأهل بإمكانكم أنكم تحطونها في الأجهزة الذكية لأطفالكم. أقصد بهاي الإعدادات إنه مثلا ما مثلا في بعض الإعدادات تقول الطفل مثلا ما يقدر يدخل الموقع الفلاني، الطفل مثلا ما يقدر ينزل التطبيق الفلاني بدون ما أنت توافق، والعديد العديد من هذه الإعدادات. طبعا إذا أنتوا مو في هاي السوالف تقدرون دائما تستشيرون الأشخاص اللي على دراية، ودائما يعني المعلومات موجودة إذا أنتوا بحثتوا عنها. وايد مهم أن أنتوا دائما تكونون مراقبين لهم، وأنتوا تكونون قدوة لأطفالكم، وما تستخدمون الأجهزة لساعات طويلة قدامهم. أنتوا كونوا القدوة، وبطبيعة الحال أطفالكم بيقلدونكم. ومن الانترنت الآمن إلى خشونة مفصل الركبة. خشونة مفصل الركبة أعزائي المستمعين تعتبر من المشاكل الصحية اللي يعاني منها الكثير من أفراد المجتمع، وطبعا لازم إحنا نهتم فيها عشان نتفادى المضاعفات السلبية لها. حلقة اليوم راح نتحدث عن هاي المشكلة وعن الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة في دبي لمن يعانون من هاي المشكلة. يسرني أن يكون معانا اليوم عبر الهاتف اليوم الأستاذة إيناس محمد طاهر، ممارس علاج طبيعي في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير أستاذة إيناس. صباح النور، الله يسعد صباحك يا رب. أستاذة لو شوي تحدثين احنا شو نقصد بخشونة مفصل الركبة. هي خشونة مفصل الركبة هي مشكلة مزمنة وتصيب أكثر كبار السن، أيضا تصيب الشباب بس بنسبة أقل. بتصيب كبار السن من ناحية هناك مثلا اللي بيصير مفصل الركبة ذاته بيتكون من العظام من الغضاريف ومن غشاء مبطن لهذه الغضاريف. فالمشكلة اللي بتصير أنه الغضروف المبطن للمفصل ذات نفسه اللي هو بيكون بيحتوي على نسيج، هذا النسيج بيمثل زي سطح أملس بيساعد على حركة المفاصل. وهذا الغضروف هناك غشاء فوقه بيحتوي على سائل، بيحتوي على سائل عشان يحافظ على تشحيم المفصل ويساعد بحركة المفصل ذات نفسه ويمد الغضاريف بالأكسجين وبالمغذيات. هلأ مشكلة الخشونة اللي بتصير مع العمر، مع الشيخوخة، مع الحركة الغير مدروسة لمفاصل الركبة وزيادة الوزن، نفس الغضروف هذا ببلش يتآكل وببلش يتآكل بطريقة غير متماثلة. هلأ في مراحل كثيرة لخشونة الركبة. مرحلة طفيفة بيكون ببلش في تلف بالغضروف بس ما بيكون لسه في ألم، ما بيكون في شعور بعدم راحة، بيكون لسه بداية تآكل طفيفة بعد ذلك إذا الإنسان ما انتبه، ما عمل رياضة، ما انتبه على وزنه، ظل بنفس الأعمال المؤذية لهذا المفصل، ببلش التآكل يزداد. بهاي المرحلة العظام ذات نفسها بيزيد سمكها، بيزيد كثافتها لأنه عم بيصير توزيع الوزن خاطئ في المفصل ذات نفسه، وصار في تآكل فما في إشي يحمي العظم من الوزن اللي نازل، فبيصير زي ردة فعل للعظام، بيصير كمان العظم نفسه زي يشكل طبقة رقيقة تحت الغضروف المبطل للمفصل. بيدخل الإنسان، بيدخل لهذا الشخص، بيصير في عنده تطلب بالمفصل، بيصير في عنده ألم، ببطل يقدر يجلس ساعات طويلة، المفصل نفسه بيصير متيبس، بتبلش علامات التآكل يعني تأثر على حياته اليومية. إذا كمان ما انتبه بسوء الوضع أكثر، بيصير في ارتشاح بالمفصل، بيصير في التهاب بالمفصل أكثر، بيصير صعب على الصلاة مثلا، السجود،
بيصير مثلا بس يقوم بصعود الدرج وصعود الدرج بيصير يأثر بيصير في آلام شديدة، والارتشاء هذا بيأثر على المدى الحركي لمفصل الركبة، بطل الإنسان مثلا يثني للآخر يفرد للآخر. وآخر مرحلة اللي هي المرحلة الشديدة جدا، السوائل نفسها بتبلش تقل، بيصير العظم زي ما بيقولوا العظم على العظم، الغضروف بيتآكل بشكل كبير. بيصير الإنسان حتى الوقف الوقوف الجلوس كل الحركات مؤلمة. العظام نفسها بتبلش بتشوه أيضا، بتبلش يصير فيها اعوجاج لأنه الغضروف ما بتآكل بشكل متماثل، في جهة بيكون متآكل أكثر من جهة، فبيحمل على العظم من جهة أكثر من جهة. فهذا كله باختصار خشونة الركبة يعني هاي المشكلة. أستاذة لو تشرحين شو أسباب حصولها هذه؟ هلا أسباب حصول المفصل الركبة هي بتبلش بصراحة من الصغر، يعني الإنسان إذا ما اهتم بصحته من هو صغير على المدى البعيد بيأثر على المفاصل بشكل عام. بس بشكل خاص مفصل الركبة هو أكثر مفصل بيتعرض لهذه المشكلة. من الأسباب عندنا العامل الوراثي بلعب دور، التقدم بالسن، زيادة الوزن كتير بتأثر على مفصل الركبة، يعني ضغط وزن زايد عن اللزوم ينضغط على المفاصل. صحيح الكيلو حتى لو 1 كيلو زاد الوزن بيأثر كتير مضاعف يعني على مفصل الركبة. إذا كان الإنسان عنده أمراض عظام أخرى كهشاشة العظام، الروماتيزم، بيزيد احتمالية إصابته بخشونة الركبة. الأعمال المجهدة اللي فيها وقف كتير، جلوس كتير، تحميل على يعني يحمل أوزان ثقيلة، هاد كمان بتأثر على خشونة الركبة. بالنسبة للصغار في السن إذا صار في عنده إصابات رياضية أثرت عليه، بيصير توزيع أي إشي بيأثر على توزيع الوزن في المفصل ذات نفسه، بيصير الإنسان عرضة لحدوث خشونة الركبة بعدين بشكل أكبر. أستاذة لو تقولين من هي الفئات الأكثر عرضة لخشونة مفصل الركبة؟ من الأشخاص اللي ممكن يتعرضوا لأكثر من غيرهم؟ كبار السن طبعا، كل ما زاد العمر كل ما صارت المشكلة أكبر. الرجال قبل عمر 45 وجدوا بالبحوث أنه بيتعرضوا أكثر لخشونة الركبة. النساء بعد عمر 55 تقريبا، ربات البيوت، العمال، الأعمال الشاقة، الإنسان يعني الناس الأشخاص اللي ما بتهتم بصحتها ووزنها زايد كتير، هذا كله بيأثر بيكونوا أكثر عرضة للتعرض لهذه المشكلة. الحين عرفنا ووضحنا لمستمعينا خشونة المفصل الركبة وشو أسبابها ومن الفئات، الحين ننتقل إن نقول لهم شو هي الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة في دبي لمن يعانون من هاي المشكلة الصحية. هيئة الصحة في دبي طبعا تهتم بهاي الفئة بشكل خاص، لأنه بتعرف في هاي إحنا أهم إشي عندنا الإنسان وكيف طريقة حياته، يعني إشي ما يأثر على حياته. خشونة الركبة كتير بتأثر على حتى يعني الصلاة ذات نفسها بتصير كتير صعبة للشخص اللي عنده مراحل متقدمة بخشونة الركبة. فبداية نبتدي مثلا في عنا في قسم الطب الطبيعي والتأهيل، الأطباء اللي عنا هم مؤهلين حتى يشوفوا مفصل الركبة بجهاز السونوغراف الألتراساوند، فممكن يحدد إذا في ارتشاح في المفصل، إذا في أي مرحلة من المراحل الخشونة واصلت لها حسب المرحلة، وتشخيص أي مرحلة المريض واصل لها بتم وضع الخطة العلاجية. هلا طبعا العلاج الفيزيائي، العلاج الطبيعي له دور كتير مهم في علاج خشونة، هو مش علاج، هو زي تقليل أعراض خشونة مفصل الركبة. في قسم العلاج الفيزيائي منقوم أول إشي منحاول إذا في ارتشاح في ورم في الركبة نخفف من الورم عن طريق الكمادات الباردة، نخفف من الألم عن طريق العلاج الكهربائي. طبعا هاي كلها
تخفيف بس رح يكون مؤقت. العلاج الرئيسي لخشونة الركبة أو التخفيف الرئيسي هو تقوية العضلات عن طريق نهتم بالعضلة الرباعية، أهم شيء رباعية الرؤوس الكوادريسبس المعروفة بالكوادريسبس، بتمارين تعرف بالايزومتريك اكسرسايز اللي هو التمارين اللي ما فيها حركة قوية عن المفصل بنفس الوقت بنقوي العضلات بطريقة سيف، بطريقة يعني آمنة للمفصل. في تمارين الاستطالة عشان طبعا المدى الحركي للمفصل بيتأثر، ففي تمارين معينة للاستطالة الهامسترينج بالعضلات الخلفية الأمامية. يعني نقصد عشان نوضح للمستمعين يعني هالمصطلحات الأسامي العضلات شيء يمكن تلخبطهم، احنا نقصد بالعضلات المحيطة بالركبة واللي تمسك الركبة وهي المسؤولة عن حركة المفصل هذا. صحيح هي العضلات المحيطة، عضلات المحيطة بالمفصل، لأن هي هاي العضلات تحرك مفاصلنا، فإحنا إذا قويناها راح يخف الضغط على المفصل ونساعد المفصل في ان الاعراض تكون شوي اقل. صحيح استاذ؟ بالضبط صحيح، ما شاء الله عليك. صحيح هي هاي الفكره. انه من اول عضلات، فبس تقوى العضلات بتخفف عن الضغط على مفصل الركبه، فبخف الضغط عن العظام نفسها يعني. بالضبط، وبهاي الطريقه يخف الالم، وممكن يعني احنا نتدارك ونوقف امتداد المراحل اشد يعني حتى بتقويه العضلات هذه. استاذة يعني كيف ممكن احنا نحصل على هاي الخدمه؟ هل نحتاج مثلا تحويل من طبيب، او احنا مثلا انيكم دايركت ونقول مثلا انا ابي احصل على هاي الخدمه؟ هلا خدمه العلاج الفيزيائي بدايه ممكن المريض يتوجه لمراكز المراكز الصحية البي اتش سي عن طريق طبيب الأسرة. طبيب الأسرة بشخصه بيحوله لقسم الطب الطبيعي والتأهيل، بشوفه أطبائنا هون بالقسم بيحولوه للعلاج الفيزيائي، أو عن طريق أطباء أي طبيب عظام، طبيب روماتيزم في هيئة الصحة دبي يستطيع أنه بشكل مباشر يحول المريض لقسم الطب الفيزيائي العلاج الطبيعي والتأهيل، سواء مستشفى دبي، مستشفى راشد، المستشفيات التابعة لهيئة. يعني ما يصير احنا نيكم دايركت، لازم يمر على طبيب اولا يقيم حالتنا وبعدين يحولنا لكم، وانتو هناك تقيمون شو العلاج الانسب للاشخاص. طبعا صحيح. أوكي أستاذة إيناس، إحنا تحدثنا عن المشكلة والخدمات والعلاج، وها في خطوة وايد مهمة، وأنا دائما هذه أعتبرها هي المفتاح في وقايتنا من العديد من الأشياء، إن كيف إحنا نقي، إن إحنا نقي نفسنا من الوصول لهذه المشكلة من الأساس. يعني شو كيفية الوقاية عشان إحنا ما يينا أصلا خشونة مفاصل؟ خلي الوقاية بتكون أهم إشي، أنه نجعل نمط حياتنا نمط صحي، حيث أنه دائما يحاول الإنسان يمارس الأنشطة الرياضية يعني الآمنة مثل المشي مثلا 5 أيام في الأسبوع، لو يمشي نصف ساعة لساعة كتير بيقوي عضلات الفخذ، فبيحمل عن المفصل الركبة قبل ما يوصل لمراحل الخشونة المتقدمة. أيضا تجنب الجلوس الطويل لساعات طويلة، دائما يحاول الإنسان يخليه أكتف، نشط، يتحرك، يتعرض للشمس عشان صحة العظام، يتعرض للشمس بالأوقات الصحيحة يعني أوقات عشان يحصل على فيتامين د، التغذية السليمة، البروتينات، الكالسيوم، الزنك، يشرب المياه بوفرة، يعني يحاول طبعا الشغلة الرئيسية انه يحافظ على الوزن السليم. صحيح. قد ما بيقدر يكون وزنه اقرب الى السليم والمثالي زي ما قلنا، لانه من الاسباب الرئيسية زيادة الوزن كثير بتأثر على مفصل. صحيح. هل في كلمة اخيرة استاذة حابة توجهينها لمستمعين قبل ما نختم فقرتنا معك؟ بس بتمنى من كل المستمعين يحاولوا يحافظوا على
زي ما قلت لك على حياة نشطة أكثر ما الواحد يكون طبعا هلأ بالأوضاع وبالجائحة اللي إحنا بنتعرض لها. يمكن الناس تحاول تضل في البيت وحتى لو كنت في البيت حاول قم بالنشاطات الرياضية، قم بتمارين الرياضية، حافظ على غذائك، اشرب فيتامين سي، حافظ على صحتك، لأنه الصحة هي أهم إشي بحياة الإنسان. يعني إذا راحت الصحة ما ضل إشي بحياته إشي ثاني، ما بيقدر يخدم نفسه ويخدم اللي حواليه. طبعا أنا أضم صوتي لصوتك أستاذة إيناس أن يظل الالتزام بأنماط الحياة الصحية هي السلاح اللي ممكن تقينا من العديد من الأمراض، من ضمنها خشونة مفاصل الركبة. بحفاظنا على نمط حياة صحي، إن إحنا يعني مو بلازم نسوي الرياضات العنيفة أستاذة، أحس يعني لو يتحركون في اليوم، يحرصون أنهم دائما يتحركون طوال اليوم، هذه بعد تعتبر يعني جيدة، من أفضل من بقائهم وجلوسهم طوال الوقت. الأكل الصحي، يعني إحنا ما نقول سووا الرجيمات القاسية، لكن التزامكم بالأكل الصحي لمدة طويلة هذا راح يبين أثره على الصحة الجسدية والنفسية أيضا أستاذة إيناس. صحيح 100%. أستاذة إيناس محمد طاهر، ممارس علاج طبيعي، الحديث معك جدا شيق والمعلومات اللي قدمتيها لنا جدا مفيدة. شكرا ويعطيك ألف عافية أستاذة. الله يعافيك يا رب. الله يخليك. كانت معنا الأستاذة إيناس وحدثتنا عن مرض جدا شائع، يعني أنا أعتبره يعني جدا شائع، ما في حد ما يشتكي من خشونة مفاصل الركبة، فحدثتنا عن أسبابه وعلاجه وما إلى غير ذلك، وقالت أن أنماط الحياة، يعني مستمعين الأعزاء، أنماط الحياة دائما يثبت أنه هو الأفضل سلاح ممكن أن تتواجهه ضد العديد من الأمراض. طبعا مستمعينا، وبهذا احنا قبل ما نختم حلقتنا حاب انا اذكركم ان لقاح بايزر بايونتك اصبح متوفر في العيادات التابعة لهيئة الصحة في دبي، ومثل ما قلنا في البداية احنا قمنا بإعادة جدولة للمواعيد السابقة اللي احنا اجلنا لهم مواعيدهم، احنا نقوم حاليا بإعادة جدولة مواعيدهم، وللمواعيد الجديدة احنا حاليا في مرحلة ان احنا نقدم الفئات ذات الأولوية القصوى اللي هم كبار السن اللي فوق 60 سنة، من اللي يحملون إقامة دبي والمواطنين، وطبعا أصحاب الأمراض المزمنة، لأن احنا نقصد اللي يعانون من السكر والضغط وأمراض القلب والشرايين والكبد والكلى، وأيضا اللي يعانون من السمنة، وطبعا أصحاب الهمم هم أيضا من ضمن فئاتنا ذات الأولوية القصوى، وما ننسى خط دفاعنا الأول، وأيضا اللي يشتغلون في مهن حيوية هم أيضا من ضمن فئاتنا ذات الأولوية. كل المواعيد للحصول على اللقاح يجب أن تكون مواعيد مسبقة. بإمكانكم الحصول على المواعيد إما عن طريق تطبيق هيئة الصحة أو الاتصال برقم اتصالنا الموحد 800-342. وأعزائي المستمعين، مو معناته أنتوا إذا حصلتوا على اللقاح بجرعتين معناته أن أنتوا تهملون التزامكم بإجراءاتكم الاحترازية والوقائية، ما زال عليكم تلتزمون فيها على الرغم من حصولكم على الجرعتين من اللقاح، لأن إحنا حين في مرحلة مكافحة الجائحة ونبي نضمن صحتكم وسلامتكم، لذلك ما زال عليكم الالتزام بلبس كماماتكم، وما زال عليكم أيضا الحفاظ على مسافة كافية بينكم وبين الآخرين، وأيضا لازم عليكم تحافظون على نظافة إيديكم طوال الوقت سواء بالماء والصابون أو بالمعقمات الكحولية. وفي ختام حلقتنا أتمنى أن قدرنا نفيدكم ولو بالقليل.
كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر للفريق الموجود عندنا في إذاعة نور دبي، كل الشكر للمخرج سعيد المر، وأيضا كل الشكر لنمر محمد اللي خبرني توا أنه بيطلع إجازة لمدة معينة بنشتاق له. لكن الخير والبركة في الموجودين. كانت معكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.